أيمن صبري، مساء الخير. سنة. من مصر. نعم. قد إيه عمرك؟ 18 سنة. مين إيمان؟ أنا بس تحولت يعني اتصححت. صرت أيمن. أيمن. أيمن وسامي شقيقتان أصبحتا شقيقين. كان بيلبسني حالة وهدوم بتاع بنات يعني. بحس يعني ان انا مش بيت ولد قوي يعني. ابتديت احس ان انا ولد من وانا عمري 6 سنين. اسمي ايمن صبري احمد ابراهيم، سني 18 سنة. اسمي سامي صبري احمد ابراهيم، سني 16 سنة. لما كنت بروح المدرسة كنت بروح بهدوم بتاع بنات، وكانوا خارمين لي ودني ومركبين لي حلق. كنت بلبس فستان عادي وكانوا مركبين لي حلق برضه. المدرسين كانوا بيستغربوا يعني من الحاجه دي. كنت مش مرتاح، كنت احلم ان انا كنت اكون ولد يعني. كنت بتبسط ان انا بلعب مع صبيان مع اني مش عارف ان انا ولد. حسيت ان انا مش بنت ساعه ما يعني كسرت دراع بنت عمي وانا صغير يعني قوة يعني. من وقتها حسيت ان انا ولد. اتفاجئ في بيت اسرة مصرية ان في حالتين اخين من بنات يبقوا ذكور، ايمان يبقى ايمن، اسماء يبقى سامي. فدي طبعا تبقى حاله يبقى فيها قلق وفيها يعني برضه مش هتبقى مستقره في قلب البيت الاسره. انا تعبانه والله من سبايبهم، بس مش من نظرات الناس لهم بس، والعمليات وابني وجات لي حاله نفسيه فعلا. على شعوري واخواتي لما كانوا بنات وصبحوا صبيان طبعا انبسطت وازعجت في نفس الوقت. انبسطت عشان طبعا ليا اخوات يحموني في نفس الوقت يحافظوا عليا، وفي نفس الوقت ازعجت لاني انا حبه وحيده ماليش اخوات اكلمهم يعني كلام بنات. اتكلم الاول مع ربنا وانا اتكلم مع عمي، هو اللي متابعنا يعني، هو اللي بيروح للدكاتره وكده، هو اللي حاسس بينا يعني. هما طبعا انا اتبنتهم عشان دول ولاد اخويا ودول لحمي ودمي، ما اقدرش اسيبهم. عملوا اكتر من 9 عمليات ايمن، قصدي ايمان، وبقى ايمن عملوا 9 عمليات. سامي برضه عمل تقريبا 7 وليهم لسه مرحله ثانيه مع متابعه مع الدكتور عاطف. بالنسبة لسامي وأيمن، الحالة الطبية اللي بيعانوا منها أو اللي عانوا منها هي حالة بنسميها التخنس. والتخنس ده مرض طبي بيبقى نتيجة خلل في الجينات الوراثية، بحيث الأعضاء التناسلية للمريض تحمل صفات أنثوية وذكرية في نفس الوقت. ما بنقدرش نحدد أول ما بيتولد هل ده ذكر أو أنثى. الحالة مرضية عضوية، أما في حالات أخرى اللي هي خاصة بالهوية ده موضوع تاني، بيبقى موضوع نفسي وده اللي بيبقى نوع من الشذوذ. الناس كلها بيعاملوني لأني كنت بنت الأول ودلوقتي أنا بقيت راجل. إيه المشكلة يعني اللي أنا أكون راجل؟ إيه اللي هيغير معاهم؟ إيه؟ لأن دي حاجة بتاعت ربنا. كل ما أنسى إن أنا كنت بنت بيجي شيء يفكرني إن أنا لسه بنت. العالم
العالم كلها النظرات بتنظر لي يعني كده بتضايق يعني. كنت ساكن في الزقازيق؟ هدول رحت ايتاي البارون عشان نظرات الناس وكلام الناس يعني. وعشان العيال هنا طبعا بيقولوا كلام انت كنت بنت وبقيت ولد وحاجه زي كده، والعيال بتتضايق من نفسها طبيعي. طبعا كلام الناس برضه هو اللي يعني عامل تاثير عليهم، حاله نفسيه. ابوهم نفس القصه برضه مؤثر، تعبان نفسيا بسبب الموضوع ده. يعني الناس مش ناسيه الموضوع. الفتره اللي احنا كنا فيها بنتركها ورا يعني، وبنبص لقدام يعني هنشوف هنعمله ايه. الحاله دي موجوده، الناس ليه بتنفر منها او المجتمع بينفر منها؟ ربنا خلق الذكر والانثى، ويعني برضه هنقول يا رب. انا بحلم اتجوز واخلف بنات وصبيان. احلم ان انا اكون راجل 100%. ايمن؟ نعم. الوالد بالريبورتاج كان عم يبكي، انت ايمتى بتبكي؟ اما بكون بزعل يعني على ابويا اللي هو كان احنا الاثنين انا واخويا يعني كنا بنات، وبعدين عملنا عمليات وبقينا صبيان. لما بتتعذب يا ايمن مع مين بتحكي؟ بتحكي مع الوالد، بتحكي مع الوالده، بتحكي مع عمك، ام بتحكي مع ربنا؟ مع عمي وبشكر ربنا. شو بتقول لربنا؟ بقول يا رب يا رب يشفينا انا واخويا ونتجوزوا انت زي اي انسان عادي. بدك تتجوز؟ نعم. كم ولد بدك تجيب؟ اللي يجيب ربنا. قد ايه بدك؟ بدك ولاد ام بدك اولاد ام بنات؟ الاثنين، صبيان وبنات. انت يا ايمن كيف اكتشفت انك انت ولد؟ وانا عندي 6 سنين حسيت باللي انا بخشونه يعني، باللي انا صوتي اتغير وكسرت ايد بنت عمي عشان باخد منها لعبه صغيره. فحسيت انك عندك قوه؟ اه. شقيقك بالتقرير بالريبورتاج بيقول كل ما بنسى انه انا بنت في حاجه بتفكرني انه انا بنت. انت شو اللي بذكرك؟ هل في شيء بذكرك انه انت كنت بنت؟ كانوا خرم لنا ودنا لان كان مركب لنا هلقان يعني، وكانوا بيلبسونا فساتين يعني بنات. بعده الخرم؟ ايه؟ بعده في الدينة بالدينة بعده تبع الحلقة الخرم؟ اه. بعده شوي؟ اه. هيدا بذكرك انك بنت؟ لا. انه كنت بنت؟ اه. وقت كانوا يلبسوك تياب بنات كنت تحب هالشيء ام كنت ترفضه؟ لا كنت برفضه. انت وفي المدرسه، انت ومع الاصحاب، انت وفي الحاره، كنت تلعب مع مين؟ كنت تلعب مع اصدقائك مع البنات ام مع الصبيان؟ كنت بميل للصبيان اكثر. انت كنت شو اللي بيزعجك اكثر ايمن؟ كلام الناس بيزعجك، نظرات الناس؟ انت قلت في التقرير انه دائما كنتوا غيرتوا بيوت لانه كنت مزعج من نظرات الناس وكلام الناس. غيرت، رحنا البلد اللي احنا كنا قاعدين فيها يعني على طول، وعشان كلام الناس بيزعجونا يعني. شو كانوا يقولوا الناس؟ بيقولوا اللي هم تحولوا زان مش عارف ايه، ونظراتهم كانت